السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. معكم محمد اشرف من قناه منح من كل الالوان، وان شاء الله باذن الله النهارده هكلمكم عن منحه دراسيه ممتازه جدا. بس قبل ما اتكلم عن المنحه دي، حابب اوضح لقناتنا قناه منح من كل الالوان بتعرض فرص منح كتير بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناه عشان تتعرفوا على احدث المنح الدراسيه. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهوله. طيب، بالنسبه لمنحه النهارده، هي منحه دراسيه ممتازه جدا في احد الدول الاوروبيه القويه، وهي دوله الدنمارك. تمام كده، ودوله الدنمارك هي طبعا من الدول الاقتصاديه القويه والعلميه، ويعني تعتبر 90% من جامعاتها مصنفه عالميا ومعترف بها في كل دول العالم. تمام. طيب، بالنسبه للدول المتاحه للتقديم، لو انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه بتقدر تقدم على المنحه دي بكل سهوله، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. طيب، بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير فقط. يعني لو انت عايز تدرس بكالوريوس او ليسانس او دكتوراه، غير متاح، متاح فقط درجة الماجستير. ولو انت في اخر سنة من البكالوريوس بتقدر عادي تقدم، مفيش مشكلة. تمام كده، يبقى الدرجة المتاحة هي درجة الماجستير فقط. طيب، بالنسبة للجهة المانحة للمنحة دي، المنحة دي مقدمة من الحكومة الدنماركية بالتعاون مع جامعة جنوب الدنمارك. يعني اللي هيمول المنحة دي هي حكومة الدنمارك، والطلاب هيدرسوا في جامعة اسمها جامعة جنوب الدنمارك. تمام كده؟ طيب، بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي، عندنا تمويل ممتاز جدا. أول حاجة، أنت بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة. تمام؟ تاني حاجة، بتاخد راتب شهري مقداره 500 دولار بتاخدهم شهريا عشان تغطي لك تكاليف المعيشة. ده راتب كافي جدا، بيقدر يغطي لك تكاليف المعيشة، مفيش مشكلة خالص. ثالث حاجة، ودي من المميزات اللي انت مش ممكن تلاقيها في اي منحة تانية، ان ممكن العمل، ان بعد لما انت بتتخرج، يعني اتقبلت في المنحة ودرست وخلصت الدراسة، الجامعة دي بتتيح ليك انك تقدر تشتغل في احد الشركات اللي ليها شراكات مع هذه الجامعة. تمام؟ وبتقدر انك تظل في الدنمارك وتقيم هناك وتشتغل معاها، مفيش اي مشكلة خالص، لان الجامعة دي ليها شراكات مع جامعات كتير وشركات كتير في المجالات، يعني الكثير او في الكثير من المجالات. تمام كده، فانت لما بتتخرج بتقدر عادي جدا تشتغل، وهم بيتيحوا لك ده وبيوفروا لك كمان الاقامه في الدوله، وده مذكور على الموقع الرسمي للجامعه نفسها. تمام. طيب، بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي، عندنا تخصصين فقط هم اللي متاحين: الهندسه الالكترونيه متاحه، وهندسه الميكاترونكس. دول بس التخصصين المتاحين. ولو انت من اي تخصص هندسي اخر، او مثلا من كليه علميه اخرى وحابب تقدم لهندسه الالكترونيات او هندسه الميكاترونكس، بتقدر عادي تقدم، مفيش مشكله. مش شرط انك تكون خريج هندسه ميكاترونكس او هندسه الكترونيه. تمام كده. طيب، بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، هي اوراق بسيطه مش معقده. اول حاجه، مطلوب منك صوره جواز السفر بتاعتك. تمام. مطلوب صوره اخر مؤهل دراسي، ولو انت في اخر سنه من البكالوريوس بتقدر تجيب شهادة السنوات السابقة أو كشف درجات السنوات السابقة. مطلوب السيرة الذاتية بتاعتك، السي في، وتكتب مقالات إنية. تمام؟ وطبعا في أبلكيشن أونلاين بتملأه. تمام كده؟ طيب، بالنسبة لي عندنا شوية ملاحظات في المنحة دي، إن المنحة دي ما فيهاش حد أقصى العمر، بتقدر تقدم عادي، ما فيش ماكسيموم للعمر. المنحة دي مش محتاجة منك شهادة لغة عند التقديم، تقدر تقدم عادي حتى لو أنت مش عندك شهادة لغة حاليا، ولكن بعد لما بتتقبل بيطلب منك شهادة لغة. تمام؟ ولكن انت بتقدر توفرها، لان خلاص بتكون مقبول، فهم بيدوك زي conditional offer، يعني قبول مشروط، انك قبل ما تبدأ الدراسة بتكون اتقبلت فعلا، ولكن لازم توفر ليهم شهادة لغة قبل ما تبدأ الدراسة. تمام كده؟ طيب، بالنسبة بقى لآخر موعد للتقديم في المنحة دي، هو 1 سبتمبر 2021. ده آخر معاد عشان تقدم في المنحة دي. لسه قدامك وقت طويل، ولكن طبعا يعني يفضل انك تقدم بدري، ويفضل كمان تجهز يعني اوراقك وتشوف ايه الاشياء اللي انت محتاجها، وتبدا انك تصفح الابلكيشن وتبدا التقديم في المنحه. تمام. كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه، زي ان احنا بنوفر منح مضمونه القبول في الصين. تمام. بنوفر كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه او منحه انت عايزها، يعني لو حابب تقدم من خلالنا على المنحه دي برضه متاح. وبنوفر خدمة تجهيز الأوراق، ونجهز خطابات نية، سي في، وما إلى ذلك. كمان بنوفر خدمة اسمها التقديم على الكورسات. تمام كده؟ ولو حابب أي خدمة من هذه الخدمات، بتلاقي روابط جميع الخدمات في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده. طيب، خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة
والابليكيشن الخاص بالتدريب. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، طبعا هتلاقوا عليه فرص ومنح كتير، يا ريت برضو تتصفحوا. تمام. ودي مقاله المنحه اللي احنا بنتكلم عنها، انها منحه جامعه جنوب الدنمارك، تمام، مقدمه من الحكومه. هتلاقي كل التفاصيل برضو هنا، من حيث التمويل، التخصصات المتاحه، الاوراق المطلوبه، ازاي ممكن تقدم، شرح الخدمات الاضافيه بتاعتنا. تمام. وهتلاقي هنا الروابط، ده الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كافه التفاصيل. تعال نضغط عليه ونشوف الاعلان الرسمي. هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها هنا باللغه العربيه موجوده في الموقع الرسمي للجامعه اللي هي جامعه جنوب الدنمارك. كل التفاصيل، سكولارشيبس، وهتلاقي هنا الدانش جوفرنمنت سكولارشيب، اسم يعني المنحه انها مقدمه من الحكومه الدنماركيه. كل التفاصيل بقى هتلاقي هنا، وان التقديم بينتهي 1 سبتمبر. تمام. وهتيجي هنا هتخش لكلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. تمام. ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده زي ما هنشوف دلوقتي. ده ابلكيشن التقديم، المفروض ان انت بتعمل بقى ريجستريشن، بتعمل تسجيل على موقع المنحه. طبعا انا في فيديو سابق شرحت فيه المنحه دي، فمنعا للتكرار انا مش هشرح يعني مش هشرح كيفيه التقديم في المنحه دي مره تانية، ولكن اسيب لكم الفيديو بتاع المره السابقه ان انا شرحت فيه المنحه وشرحت فيه كيفيه التقديم بالتفصيل، فتقدروا برضو تشوفوه. تمام كده. وطبعا هنا اخر رابط، ده رابط خدماتنا الاضافيه لو انتم حابين تقدموا على المنحه من خلالنا بشكل احترافي، او تتعرفوا على المزيد من الخدمات اللي احنا بنقدمها. تمام كده. فما تنسوش اخر ميعاد للمنحه 1 سبتمبر 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق ولكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.